مسابقة جنان مسابقة جنان مذيع لمع في مسابقة جنان شكله فظيع شكله تمام أستاذ عصفور مش غلبان عامل نفسه سوبرمان مخرج أوانطة وفلفل نار بيسخن كده باستمرار مارد غريب شنباته طوال عامل فيها جليات جبار المهم يا صاحبي تبقى همام صحصح ركز واوعى تنام هتتاخد على اخوانا واثق في نفسك عارف كمان انك جوه مسابقه جنان ومطرقعه زي اللي بان ياد ما تقولش البان عملنا إعلان عن مسابقة جنان وطلبنا أطفال يبقوا مذيعين وممثلين وكمان مرنمين وفعلا أطفال كتيرة جت وبقوا نجوم في حلقات في البداية اديناهم ورق الاختبارات فيه مقدمة وشوية معلومات صعبة عشان يبتدوا يحفظوا اهلا وسهلا وحلقة جديدة من برنامج مسابقة جنان هنشوف الكاميرا تختار مين النهاردة علشان يكون نجم حلقة اليوم فرح وكان في استقبال الطفل المخرج الأوانطة بتاع المسابقة وأخد الطفل على أوضة المكياج وبدأ يجهزه نفسيا للمسابقة بس بطريقته فرح عندك كم سنة فرح؟ ستة ونص احنا نصاص احنا بنكتب راح بنقول سبع سنين كويس؟ ماشي سبع سنين باباك اسمه يا فرح؟ طارق بالكاف مش كده؟ لا قاف قاف اللي هي عاملة ازاي؟ اللي هي عليها ثلاث نقط اللي هي لا كده لا اكتبيها تاني بالشاي اكتبيها تاني انا معايا ورقة لا اكتبيها تاني على الهوا ما انا بعرف على الهوا استنى مش بسرعة هو انا لا لا شوية ايوه كم نقطة؟ اثنين واحد اثنين صح طارق طيب انت مرستي يا حبيبتي رامسس كاريج مرسيدس رامسس كاريج رامسس كاين سكوليج اسكوليش اسكوليج مش مشكلة ما مش عارف اكده طب بص يا حبيبتي احنا طبعا عاملين برنامج بنشوف الاولاد اللي هينفعوا يشتغلوا مذيعين في البرنامج ده عايزين اولاد وبنات زي كده امامير يشتغلوا مذيعين ويبقى اسمه المذيع اللميع يبقى اسمه ايه المذيع اللميع يبقى اسمه ايه المذيع اللميع مش مشكله بص بقى الورقه دي فيها انت عارف كل مذيع ومذيعه بيقول مقدمه في الاول بيقدم بيها البرنامج هي دي المقدمة بتاعت البرنامج عايزك تعرف تقري؟ لا مش قوي مش قوي
طيب مع كل حال باباك هيبقى معاك ما تخافيش، هو يحفظها لك. بص الاسئله هتبقى صعبه شويه. استاذ ايوه اتفضل. استاذ عصفور ده عصبي بس ما تخافيش منه. اتفضل. بابا اهو اللي دخل ده فلفل عامل نفسه مساعد بس هو مسخناتي. عندي شغل ورجعت تاني. انت رجع امتى؟ ساعتين كده واجي لك. بعدين مش هخلص. خلاص؟ يلا شد. خلي بابا يحفظك الكلام ده كويس قوي. انت هتخش دلوقتي. ها؟ خلاص؟ راح فين؟ الشغل. راح ايه؟ راح الشغل وراجع بعد ساعتين. لا مش هينفع كده. في مشكلة. اقول له بقى. اقول له لا، اقول له ما لا. ما ده كده هي. طب انت بصي اعتمد على نفسك بقى واحفظي. انا بعرف. لازم حدا يحفظ. لما نشوف موضوع بابا كده. بسرعة يا استاذ يوسف. اتفضل. قدام اوضة المكياج كانوا واقفين عدد من المصورين مستنيين خروج المتسابق، وطلبنا من الطفل انه يتصور بشكل فيه نجومية. طيب بقولك اطلع بره. فرصه واحده بس. بقولك اطلع بره يا ابني. هو انت واللي قبلك فرصه واحده مش عارف ايه الابعاد الاربعه؟ تطلع بره. اخر فرصه. ما تردليش والاسئله اللي ودخل المتسابق الاستوديو علشان الاختبار، فيلاقي الاستاذ عصفور ماسك واحد من الاطفال وعمال يزعق فيه لانه مش حافظ دوره. وطبعا الطفل ده ممثل معانا، يعني برضه شغل اوانطه، علشان نشوف رد فعل المتسابق على اللي بيحصل قدامه. طلع بره. ايه ده؟ مين دي؟ ازيك؟ عامله ايه؟ كويسة. كويسه حافظه ولا ما تخافيش؟ انا طردته بس عشان ما عرفش يجاوب على الاسئله ولا الحاجات دي. يطلع بره على طول، ما عرفش يعمل الحاجات ديت. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا سلمي عليا. بنرحب بفرح. اتفقنا يا فرح. حفظتوها ولا ايه؟ ايه حافظه؟ حافظه المقدمه اللي هي ايه؟ من قناة صوت سرنكي. ايوه هي دي. لا تعلي صوتك شوية. فوق فوق صوت فوق اعلى من كده. ما تخافيش منه خالص، ركزي في الكلام وقوليه وتمام. خلاص يلا. يلا ورينا قاعدة المذيعين بتبقى ازاي. بتتنكي؟ ايه؟ بترجع على رجلي وبتاع؟ لا. طيب يلا اول ما اقول لك 3 2 1 تدينا ابتسام وتحط رجل على رجل وتبداي تقولي من قناه سات 7 كيدز. يلا 3 2 1. من قناه سات 7 كيدز. الموزيعه بتتلقلق في الكلام. حفظها تاني. هتقولها حاجه حلوه. تشرب اي حاجه. قولي كده. شفتوا البتاع اللي وقعت على الواد اللي كان قبلها من هنا دي؟ انا ما خلاص دي ما الولد ده دي ما بتوقعش. دي ما بتوقعش خلاص اللي فوق دي كويسه. طب يلا هتقولها حاجه حلوه. قولي من قناه سات 7. من قناه سات 7 كيدز. بص يا حبيبي، انا المذيع اللميع. انا واحد من الناس اللي انت هتستضيفيهم، فتقولي من قناه سات 7 كيدز الحلوين الاماميه مش عارف ايه. اهلا وسهلا بيك. ترحبي بيا بقى وانا معدي، كان مثلا واحد ما تعرفهوش وترحبي بيا. يلا 3 2 1. من قناة سات 7 كيدز المذيعة اللميعة فرح. أحب أرحب بأصحابنا الصغنانين الحلوين الطعمين الشاطرين القويين. ايه بتبص لمين؟ بس مش فاكره كويس. يلا دي كانت اول فقره معانا
وفرح فعلا حفظت بس مش قوي، والفقرة اللي جاية فرح هتبقى أحسن. عارفة ترنيمة يا فرح؟ تعرف ترنيمي؟ بالحركات؟ طب يلا ورينا ترنيمة كده ترنيمها بالحركات. نونو أنا متسالفة عيونه نايم هما يكونوا عليا سهرانين، صوته مالي وداني وموته كان علشان ملكوته ليا من سنين، طول عمري انا بعيش لك تبقى حياتي ملك ايديك، وارسم بسمه على وشك تفرح بيا وافرح بيك، واكبر واكبر وابقى جده وافضل نونو عنده من كل راعي امين. مش دي الحركات، مش دي الحركات بتاعت الترنيمه. فلفل وريها حركات الترنيمه. بص يا ماما حركات الترنيمه نعملها لك انا وفلفل مع بعض. انا مش حافظ الترنيمه، انت تقوليها وانا عصفوره. يلا هنوريك الحركات. يلا اوكي. نونو انا متسلفة عيونه نايم هما يكونوا عليا سهرانين، صوته مالي وداني وموتو كان علشان ملكوتو ليا من سنين، طول عمري انا بعيش لك تبقى حياتي ملك ايديك. تمام حفظتيها؟ لا. يعني انت قدرتي ايه عملتي ايه دلوقتي؟ ايه؟ عملتي إيه؟ الحركات يعني قصدك. انا بقول يعني يعني الحركات. يلا اعمليها بقى. اوكي. يلا. لوحديها بقى. يلا لا تعالي. لا هنعملها معاها. يلا وقفي في النص، تعالي في النص. يلا 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 مع بعض قولي. يلا نونو انا متشالفة عيونه نايم هما يكونوا عليا سهرانين، صوته مالي وداني وموتو بس مع رجليكي بقى عشان ايه يعني ما تنزليش لتحت كده. يلا رنيم يا ماما رنيم. طيب مع صوته. يلا صوته صوته باين جدا. رنمي يلا بس برجليك عشان ما ننزلش تحت. يلا طيب انا كنت فين بس من صوته. طيب صوته مالي وداني وموته كان علشان ملكوته ليا من سنين. انا تعبت بقى مش عارف بس. برافو يا فرح. هو حركاتنا احنا الصح ولا حركاتك؟ ما اعرفش. لا انت متعلمه ايه؟ وانا متعلمه اللي انا عملته يعني. اللي انت عملته. برافو يا جماعه، ندي يد الفرح. اللي انت عملتيها فرح هو اللي كان مظبوط، واحنا كنا بنعمل لك حركات غلط، بس بنشوفك انت فعلا متاكده ان حركاتك مظبوطه ولا لا. برافو يا فرح، ومش اي حد يقول لك حاجه تصدقيها. يلا عشان اتعلقت في التسقيفه. برافو. يلا اتفضلي يا فرح. المذيع لازم يكون مثقف يعني، فهسألك كم سؤال كده. طب بس يعني وانت يعني مثقف، عارف معلومات عامه وعارف حاجات وشاطر كده يعني وبيعرف يجاوب على الاسئله. طيب بس مش صعبه جدا؟ لا مش صعبه، لا معلومات بسيطه جدا. السؤال الاول، ما معنى كلمه فرنقعوا؟ اتحركوا، اثبتوا، العبوا، اتنططوا. ما معنى كلمة ايه؟ فرنقعوا. 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 ايوه معناها اتحركوا، اثبتوا، العبوا، اتنططوا. اثبتوا. اثبتوا. برافو. اجابة غلط. ما معنى كلمة تبصي لك كده ليه؟ علشان يعني الأسئلة صعبة جدا. لا لا أهو السؤال اللي جاي ده أكيد هيبقى سهل. ما معنى كلمة جبار البأس؟ شديد القوة، المصنوع من الفولاذ، المصنوع من البلاستيك، المصنوع من الأسمنت والجبس. قوي جدا. برافو. إجابة صح. السؤال اللي بعده، مما تتنفس الضفدع؟ عن طريق الخياشيم، عن طريق الجلد، عن طريق العينين.
ماشي. برافو. إجابة غلط. عن طريق الجلد اللي بيتنفس عن طريق الخياشيم هو السمك. حافظة مشهد توريه لنا؟ تمثيل؟ انا عارف ان انت عندك مواهب كتيرة قوي على فكرة. صح ولا لا؟ طب ايه بقى؟ تعرفي تعمل لنا ايه؟ وبتعرفي تقلدي باباك ومامتك لما بتعملي حاجة غلط؟ صح؟ طب يلا قولي لنا بقى ماما بتقول لك ايه وبتزعقلك بتقولي ورينا بقى ماما بتزعقلك بتقولك ايه لما انت بتضايقيها. لا بتقولي ايه ولا بتزعقلك؟ بتزعقلك ازاي؟ بس اقفي بقى كده وقولي. برافو يا فرح. برافو يا فرح. برافو يا فرح. يلا ليه عملت كده يعني؟ لا زي... تتكلم بالصوت ده؟ لا امال ايه يعني؟ تتكلم ازاي؟ ليه عملت كده؟ ما تعمليش كده تاني. بقولها سوري معلش مش هعمل كده تاني. اضحكي. انت عارفه قصه داوود وجلياط؟ طب يلا بقى اعمليها بطريقتك. هو انا مش عارفه اخرها كويس. طب اعملي لغايه ما انت عارفه. يعني بالحركات؟ بالحركات بتاعتها كلها. انت عايزه انا امثل معاكي لو عايزه؟ اي حاجه. عايزه انا امثل معاكي؟ ممكن. انا اعمل ايه؟ عايزه انا اعمل ايه؟ جليات. اعمل لنا جليات وانت اعملي ده. اوكي. يلا. اولها كان ايه بس؟ انت اللي عارفاها مش انا. طب ممكن اقول قصه يعني تانية؟ مش عارفه المشهد؟ لا مش عارفه. ما انت قلت عارفه لغايه حته. مش اقصد انا عارفه الترنيمه. وعايز انا يعني ما امثلش، انا اعمل حركات جنبك وخلاص ان انا جلياط وكده. لا استنى استنى. ايه؟ وانا حافظه حدوته ادم وحواء. ايه؟ حافظه حدوته ادم وحواء، مش محتاجه فيها مساعده. طب يلا ورينا حدوته ادم وحواء. اوكي. ربنا في اول يوم خلق الحيوان. علي صوتك شويه، علي صوتك شويه. طيب. ربنا فأول يوم خلق الأشجار والحاجة كده لغاية سادس يوم. بقولك ربنا خلق كل حاجة اللي في البلد دي لغاية سادس يوم. سادس يوم خلق آدم. خلق آدم سادس يوم. وقال له إيه؟ قال له كل من كل الأشجار اللي موجودة إلا الشجرة دي. فهو قال له فآدم راح أكل من الشجرة على طول. لا مش دلوقتي. فهو سمع كلام ربنا وأكل من الأشجار التانية. مش آدم ده اللي وقع في بطن الحوت؟ مش هو؟ لا مش هو، ده يونان. يونان اللي وقع في بطن الحوت؟ كان واقف فين بقى؟ على النخلة؟ لا هو ما سمعش كلام ربنا وقرر ان هو يهرب. بعد كده وقع تاني مرة. طيب اسمع بس. فهو وقع في بطن الحوت بقى وكده. اوكي اكمل حضرتك. فهو وقع بعد ما ادم نام. احكي ازاي؟ يا عم انت اصحى. طيب اسمع. بس صحيتي عشان هو لو حد صحاه كبير زي يعني بيزعل، لو حد صغير لا. صحيتي انت. روح الزمن. صحيتي انت بقى اصحى بقى يا عم وروحي له بقى وصحيه. يا عم. ايه؟ 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 يا عم اهلا. ايوه ماما. عاوزة حاجة؟ انا مش ماما. امال انت مين؟ انا دلوقتي المشهد دلوقتي. ايه ده يا ماما؟ بتعملي لي كده ليه؟ انا مش ماما. امال انت مين؟ انا بنت اسمها فرح طارق امين.
انت مين؟ بنت اسمها فرح طارق امين. اه فرح اللي كنت بسجل معاك من شويه. يلا ركز. اتفضلي يا فرح، اتفضلي اتفضلي. برافو يا فرح. انت مبسوطه مننا يا فرح؟ مبسوطه ان انت جيتي النهارده. وكنت بتتضايقي لما انا كنت بزعق؟ يعني لما كنت بزعق فيكي، لما زعقت انت اتضايقتي مني؟ طب ما زعقتش. اتعلمت ان انا لما حد يجي يقول لي تعالي كده ما امشيش معي، ولما حد يسالني سؤال ما اعرفوش اقول ما اعرفش، مش هجاوب. بنت حضرتك فعلا بجد ذكيه جدا وما يتخافش عليها، واحنا هناخدها قدوه النهارده. برافو عليك يا فرح. ندي بقى يد يا جماعه لفرح. كنا مع فرح وكانت حلقه جميله جدا. فرح اثبتت لنا ان حركتها هي المظبوطه للنهايه، بس يا ترى فرح هتبقى المذيعه اللميعه في برنامج مسابقه جنان ولا لا؟ ارائكم هي اللي هتقول كده. اتصلوا بينا وابعتوا لنا ارائكم على الارقام الموجوده على الشاشه، واستنونا في الحلقه الجايه ونقول للكاميرا باي باي. مسابقة جنان، مسابقة جنان، مذيع لميع في مسابقة جنان، شكله فظيع شكله تمام، أستاذ عصفور مش غلبان، عامل نفسه سوبرمان، مخرج أوانطة وفلفل نار، بيسخن كده باستمرار، مريض غريب شنباته طوال، عامل فيها جليات جبار، المهم يا صاحبي تبقى همام، صحصح ركز واوعى تنام، هتتاخد على إخوانا. واثق في نفسك عارف كمان انك جوه مسابقة جنان، وبطريقة زي اللبان ياد ما تقولش لبان.